بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم. وكلام في الطب، من اهم الكلام اللي بنقوله في الطب هي السمنه. السمنه دي حاجه كبيره جدا، هنقوله مرض يقولوا عرض يقولوا السمنه، لكن في الاخر اثبتت الابحاث ان السمنه دي مرض وكمان بتسبب الامراض. طب هل سيبنا من كل حاجه، هل بنقدر نتخلص من السمنه؟ مش كده وبس، طب هل بنقدر نتخلص منها بأبسط الطرق أبسط التكاليف؟ طبعا العلم الحديث بيقول لنا ان انت تقدر تتخلص من السمنة في فترة قياسية. كل ده هنعرفه النهاردة من ضيفنا احد الاطباء المتميزين في عالم التخسيس والقضاء على السمنة. استطاع بفضل الله في فترة وجيزة ان يقوم بأبحاث كتيرة المتعلقة بكيفية القضاء على السمنة، مش الابحاث الخاصه بالسمنه نفسها او الجسم او الدهون اللي موجوده في الجسم، لا كمان على الشخص نفسه، ازاي الشخص ده يقدر يخس في فتره بسيطه. ضيفنا الدكتور احمد كمال، اخصائي العلاج الطبيعي والتخسيس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حبيبي دكتور محمد، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان. نورنا وتشرفنا. نتشرف بيك دكتور. اتفضل. هقول لحضرتك ايه هو معدل السمنه، معامل قياس السمنه، الوزن الطبيعي، الحاجات دي كلها الاسئله. حضرتك هتجاوبني بطريقه علميه وهتقول لي المعدل كذا، ولو قسمنا كذا ولو ضربنا في كذا، كل ده مش هيهم المشاهد. هيهم المشاهد ان انا هاجي لحضرتك اقول لك انا وزني زايد، عندي ترهلات كرش، حاسس ان وزني زايد، عايز اخس. طيب عايز اخس، حضرتك قول لي نعمل ايه علشان نقدر نخس في فترة بسيطة. مش بسيطة، احنا عارفين ان احنا بنتعب حضرتك. نقصد الفترة بتاعتنا يعني في اسرع وقت يبان النتائج عشان تديني حافز ان انا اقدر اخس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول برحب بالسادة المشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان، وبتمنى لهم دايما يعني صحة وعافية وراحة بال. اولا احنا قبل ما نتكلم ازاي نخس وازاي يعني نوصل للوزن المثالي والشكل المثالي، عايزين بس ندي تعريف بسيط عن السمنه، نعرف المشاهد هي ايه السمنه. هي السمنه تعريفها العلمي هي زياده في عدد الخلايا الدهنيه، بتزيد في الحجم الاول وبعد كده بتزيد في العدد نتيجه الاكل المفرط بقى اللي هنتكلم عنه في سوء التغذيه، وبالتالي بينتج عندي في الاخر ان انا بدخل في مرحله السمنه. نيجي بعد كده ازاي مراحل للسمنه، يعني انا ببدا الاول فعلا وزني بيزيد. انا ببدا في الاول زياده وزن، وبعد كده بدخل بقى على مرحله السمنه. ببدا الاول وزن طبيعي. الاول وزن طبيعي، وبعد كده زياده في الوزن، وبعد كده بدخل في مرحله السمنه. والسمنه بتبقى ثلاث مراحل عندي. كويس. مرحله اولى وثانيه وثالثه. تمام. أصعبهم الثالثة طبعا، لكن من الأولى ده جرس إنذار. من الأولى كويس. زيادة الوزن بالنسبة لحضرتك سهلة؟ سهلة جدا طبعا، زيادة الوزن أسهل من إن أنا أقل وزن طبعا. تخلص على طول. طبعا. المراحل الثانية حضرتك بتقسمها وتبدأ تتعامل معاها على هذا الأساس. تمام. طيب نستكمل، معلش أنا آسف إن أنا بقطع على حضرتك بس عشان بوضح للسادة المشاهدين إيه هي السمنة وإيه هي احنا جايين النهاردة نبسط الدنيا ونعرف يعني الجديد في السمنة. هايل. لأن احنا عندنا يعني مفاهيم غلط عن السمنة من زمان. السمنة يعني مفاهيمنا عنها إن أنا بروح للطبيب اكتب لي برنامج غذائي، أفطر كذا، أتغدى كذا، أتعشى كذا، هو ده طبعا كله كلام غلط. هو ده، الله يكرمك. السمنة في الأساس هي لايف ستايل، يعني هو نظام انا بمشي عليه وببرمج حياتي عليه من جديد. انا النظام اللي ادى للسمنه في الوقت الحالي ده اكيد نظام خطا. فانا لازم علشان اوصل للوزن المثالي واخس وافضل مستمر عليها، يعني عايزين نركز على كلمه ان انا افضل مستمر على الوزن المثالي. الله يكرمك. ده ضروري يا دكتور. مشكلتنا يعني نزول الوزن في بعض الاحيان بيكون سهل وبنمشي على البرامج الغذائيه وبننزل، ولكن يعني معظم الناس بترجع للوزن اللي كانت عليه ومراحل السمنه اللي كانت عليها وبزياده كمان. انت حضرتك بتتكلم علينا بالظبط، انا يعني انا بضم نفسي تبع الناس اللي عندهم سمنه. ما شاء الله، يعني تاتشوت، خايف احسدك يعني اقول ان انت كنت تخين وخسيت. يعني الكلام ده ما بيقولوش غير اصحاب المعاناه. تمام. فانا بنقل لحضرتك المعاناه اللي احنا فيها. فعلا
الوزن بيزيد لا حضرتك اصل احنا المعاناه ديت احنا شايفينها في العيادات شايفينها مع قرايبنا ومع زمايلنا ومع اصحابنا في كل مكان يعني ماشي بس حضرتك بتيجي تزعق لنا وتيجي تكلمنا وتيجي تقول وما بتبقاش عارف ايه الخلفيات اللي عندنا انا محروم من الاكل محروم من ان انا البس لبس كويس يعني انا بحاول بقدر الامكان فالانظمه الغذائيه جزاك الله خير حضرتك قلت لنا التخسيس خلاص المفهوم اتغير بقى لايف ستايل فما بقاش ان انا همشي على نظام غذائي ربع رغيف بيضه معلقه كوبايه زبادي الحاجات دي كلها بتقدر بتضايقنا يعني انا ضد دايما ان انا اجبرك ان انت تاكل حاجه معينه انت صح النهارده تفكيرك عايز افطر بيض بكره عايز افطر فول بعده عايز افطر لا نفسي راحت للطعميه صح. عايز عايز قرص طعميه بالسمسم افطر بيه مفيش مشكله هي الفكره ان انا بننظم الدنيا ان انت تمشي على نظام ولايف ستايل معين يخليك ان انت تاكل لنفسك وفي نفس الوقت انت محافظ على وزنك تمام هنضرب امثله عن الموضوع دوت يعني كتير بيقول لنا العيادات اول حاجه واكبر خطا يقول لك يا دكتور انا ما بفطرش ومع ذلك وزني بيزيد انا ممكن اقعد اصحى الصبح الساعه 8 افضل ما اكلش اي حاجه الا على الغداء الساعه 3 4 صحيح ده اكبر خطا والعكس افطر وافضل قاعد حارم نفسي زي عشان ارضي حضرتك من الصبح لحد بالليل برضه خطا يعني الخطا الكبير ان انا ما افطرش خالص تمام الاهون ان انا افطر وافضل حارم نفسي مده 6 ساعات عقبال ما يجي موعد الغداء كويس ده بيعمل عندي نتيجه عكسيه بيخليني لا ما انا ما بخسش هو في دماغه ان انا بعمل كده ريجيم قاسي بمنع نفسي فاخس في وقت قياسي جدا صحيح بيكتشف ان بيحصل العكس لا انا وزني بيزيد او بيزيد بطريقه كبيره جدا كويس. طب ايه السبب في كده انا لما بصحى لو انا موظف او انا بشتغل في مهنه معينه وظروف شغلي بتقتضي ان انا بصحى الصبح بدري صحيان الصبح بدري وان انا هنزل شغلي ده يعني بالبلدي بيحتاج وقود بيحتاج طاقه تمام. طب الجسم يستمد الطاقه ديت منين احسنت يا دكتور انا لو ما افطرتش الجسم هيجيب الطاقه ديت منين فبالتالي الجسم بيحصل عنده يعني بنسميها زي مجاعه داخليه الله. بيحصل زي مجاعه في الجسم كده فبيبدا يتغذى بقى على المخزون القديم اللي عنده تمام. من هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه كويس. علشان ايه يمدني بالطاقه اللي انا محتاجها اجي بعد كده ادخل على فتره الغداء هتغدى بقى وطبعا ده غير ان انا ايه في نقطه تانية الشهيه عاليه عندي جدا انا طبعا ما اكلتش يعني طول ما انا بجوع نفسي الشهيه بتاعتي بتزيد الشهيه عاليه عندي جدا تمام النقطه الاخطر ان الجسم بيبدا يعوض المجاعه اللي حصلت ديت كويس بيبدا يعوضها يعني احنا عايزين نبسط بس المفاهيم الله يكرمك يبدا يعوضها ان انا باخد بقى كل اللي داخل لي دوت ومفهوم المجاعه ده حلو جدا ببدا اخد كل الاكل اللي داخل لي ده واخزن يعني احنا عايزين نشبهها بالظبط كان حضرتك عندك مجاعه دلوقتي تمام ومفيش اكل ومفيش اي حاجه وجات لك معونه من بره بتعمل فيها ايه بتاكل خايف لا صح بتبدا تخزنها تاخد على قد الاحتياج البسيط جدا وتبدا تخزن الباقي فبالتالي الوجبه بتدخل عندي وجبه الغداء دي بتدخل عندي تخزين كلها دهون كلها داخله الجسم سبحان الله يعني الجسم ذكي طبعا طبعا يعني انا دخلت الاكل مره واحده فانا لا عين علشان الراجل ده بكره بالزبط. هيعمل معايا الموضوع هيعمل ده نفس الحركة هحتاج ده. من اللي انا خزنته وتفضل كميه الدهون زي ما هي طبعا ده غير ان انا نقطه تانية ان انا جميل. شهيتي عاليه جدا وانا داخل على مرحله الغداء وما افطرتش فبالتالي باكل عمال اكل عمال اكل وكل ده بيتخزن عندي فانا يعني عامل عبء على الجسم طبعا كبير تمام حضرتك جزاك الله خير بسطت لنا مفهوم السمنه وان انا احرم نفسي ما يسمى بالمجاعه وما بيجي لي الاكل في زمن المجاعه انا خايف اخلصه كله فبخزن وبضطر التخزين ده بيزيد عليا العبء وبتحصل لي نوع من انواع الشراهه في الاكل فما بعرفش امنع نفسي طيب انا هعرف من حضرتك يعني ازاي امشي اللايف ستايل او اسلوب الحياه صح بعد ما حضرتك تقول لي هي السمنه بتسبب امراض او بيبقى عامل اساسي للامراض ايه هي ويعني عارف خوفني ارعبني والله خوفني قول لي لو السمنه بتعمل كذا وكذا وكذا
لا هو انا يعني لا لا والله خوفني، لا انا عايز اخاف. احنا خايفين كده كده، لان هي الدراسات الاخيره احنا كان من 3 4 سنين تقريبا كان دايما تلقى في احصائيات بتيجي دايما كده في نهايه كل عام، فكنا كويس. متعودين دايما التدخين على راس الاحصائيات المسببه للوفاه. الصدمه الكبرى ان من سنتين اصبحت السمنه هي السبب الرئيسي والاول على مستوى العالم في يا سبب ساتر اللي بيسبب الوفاه، يا ساتر تعدت التدخين. يعني اعتقد خطر ما فيش فعلا. خطوره طبعا. طبعا تعدد التدخين فعلا، كنا لا بنعمل حملات كتيره، لا لا التدخين لا والتدخين وضر بالصحه، السمنه ضر بالصحه لا، كده المفروض. تعدت التدخين بنسبه كبيره، وللاسف الشديد احنا عندنا مصر بتحتل النسبه الاولى عالميا الله اكبر، المحشي بقى يا دكتور. في نسبه المصابين بالسمنه. يعني نسبة المصابين في السمنة عندنا في مصر 35%، يعني إذا عدد السكان 100 مليون فإحنا عندنا 35 مليون حاليا في نطاق السمنة، ما شاء والسمنة الله المفرطة كمان. ما شاء الله. دكتور احمد كمال معلش، مع وجود حضرتك على الشاشه بدات الاتصالات، تسمح لنا ناخد اتصالات. اتفضل اتفضل. منى اهلا بيك يا منى. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، تمام. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي اتفضلي، اتفضلي. معاك الدكتور احمد كمال، اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، انا عندي 25 سنه ووزني 85 كيلو، ما شاء الله. ودلوقتي انا عملت حاجات كتير جدا، ودلوقتي انا عايزه اعمل عمليه تكميم معده، لان انا بجد انا تعبت من كتر الدايت. يعني انا كتير بعمل دايت وبطل وبمشي وبروح الجيم، بس ما فيش اصلا، يعني مش لاقي اي نتيجه خالص. والله والله نفس كلامي يا منى لسه للدكتور، فعلا يعني بنحاول وفي الاخر عايزين نلجأ للعمليات، والعمليات مكلفة. انت بتشتغلي يا منى ولا سيدة منزل؟ لا يا فندم، انا سيدة منزل. تمام. بس ايه، مش المشكله في الفلوس على فكره، هي المشكله بس ان انا مش لاقيه حل. كويس تمام، بس هنرد هو على ده، انا عاوزه حل. يعني يا ريت لو في اي حل عند حضرتك تقول لي عليه. تمام، تابعينا هتعرفي كل الحلول ان شاء الله. شكرا ماشي شكرا بقى. ليك يا منى، اسمعينا عبر التلفزيون هنجاوب حضرتك، انا هدي لحضرتك الفرصه ان شاء الله على اجابه الساده المشاهدين. نستكمل يا دكتور، يعني السمنه بقت الخطر الاول قبل حتى التدخين. كويس، تعدت التدخين تمام، بتسبب لنا ايه بقى؟ يعني لا عشان منى بس 85 كيلو. لا، بتسبب لنا حاجات كتير. كويس. يعني امراض العصر كلها السبب الرئيسي فيها حاليا السمنه. ساتر. سكر السبب، السمنه السبب الاول، السمنه. يعني احنا بنتكلم برضو عشان يبقى المشاهد عارف ان اللي عنده سمنه هو الاكثر عرضه للاصابه بالامراض اللي احنا هنتكلم عنها. اولها مرض السكر. تمام. عندنا امراض القلب والشرايين. ساتر. ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول في الدم. ساتر. المفاصل حدث ولا حرج. الحرج. طبعا عمود فقري، الام الركبتين، الشوكة العظمية في الكعب، كل ده من مسبباته السمنة. عندنا كتير جدا بيقول لنا معاناته الوحيدة ان هو عفوا مش قادر انه يميل يربط رباط جزمته. صح. مش قادر ينام بالليل، يعني دي برضو يعني بس ممكن سمنة مفرطة. بتبقى، لا بتبدا برضو من المراحل الاولى، كل ده بيبدا انه يعني بيبقى عرضه انه يصاب بيه. استاذ محمد الشاهد يعني مخرجنا الجميل بيقول لي بتمنع الخلفه، ده صحيح يا دكتور؟ طبعا يعني من اهم اسباب السمنه العقم وتكيس المبايض والضعف الجنسي، كل ده من اسبابها. طبعا وناس صعبه جدا. كتير يعني كان بتعاني من السمنه ووزنها نزل. وعلى سبيل المثال منى من القاهرة 25 سنة، 85 كيلو، ما هي 25 سنة لسه صغيرة يعني طبعا. بتحتاج الإنجاب، فما تروح لدكتور نساء والتوليد يقول لها لازم تخسي فعلا، فإحنا ما بنبقاش عارفين يعني، أو ثقافتنا الطبية بتبقى دكتور قليلة. محمد دلوقتي السمنة ما بتروح لأي دكتور تكشف على أي حاجة، اللاين واحد لازم إن أنت تنزل لأي دكتور، لازم قبل دكتور ما صح، يكتب علاج وقبل ما يقول لك أي حاجة عظام قلب زي ما حضرتك كله بتقول، تأخر كله كان إنجاب، لازم يقول لك انزل ضعف الأول، جنسي عند الرجال، كله انزل الأول وتعالي لي، تعالي لي، عشان ده هو ده أكبر خطر، أنت أكبر خطر عندك دلوقتي. كويس. طيب احنا انا ماشي مع حضرتك واحده واحده. تمام. حضرتك جزاك الله خير قلت لنا ايه مفهوم السمنه، هي مجاعه تشبهها بالمجاعه، واول ما بتحرم نفسك فبتيجي تاكل فبيزيد وزنك، دي من الاخطاء اللي احنا بنعملها ده بخصوص الناس. ايوه، من ضمن الاخطاء اللي هي عدم ال تمام ان انا ما اكلش. تمام. بعد كده جينا حضرتك حبيت تخوفني شويه فرعبتني، قلت لي شويه امراض فعلا هي خطر. طبعا العظام كلنا الناس بتعاني منها،
حمل على الركبه، على المفاصل، تاخر الانجاب، الكلام ده كله اللي هو تكيس المبايض عند السيدات، الضعف الجنسي عند الرجال. طيب اما نحب بقى حضرتك نقول طيب احنا عايزين نتخلص من الحاجات دي، والطب الحديث بيقول اللي الدكتور احمد كمال ناقل لي، وانا عارف ان حضرتك يعني سافرت دول كتيره جدا، بلاش يعني على سبيل لا الحصر ولا العدد عشان ما حدش يقول حاجه، وبلاش حسد يعني، بس الدول دي حضرتك بتستفيد منها، يعني بتنقل منها الخبرات الخاصه بالقضاء على السمنه. بتشوف اختلافات في الدول دي عن هنا عن مصر؟ بشوف. يعني استفادتي الكبيره كمان مش في موضوع المؤتمرات والابحاث، استفادتي الكبيره لما بشوف الناس في الشارع. كويس. بتدخل المطعم بتشوف ثقافه الناس في الاكل، بتمشي في الشارع بتشوف ثقافه الناس، بيمشوا ازاي في الشارع، بيتعاملوا ازاي مع بعض، حياتهم ماشيه ازاي، كل ده استفاده كبيره، اهم من اي دراسه واهم من اي بحث. كويس. ده يعني زي ما بنقول دراسات على ارض الواقع. صحيح. طيب منى، لو انا ضربت عليها المثال اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه، حضرتك احنا محتاجين ان انت حضرتك تمشيني تقول لي الناس بتفطر فين، عم بتفطر متاخر او تفطر وتستنى خالص اما ترجع بالليل وتحرم نفسها. فحضرتك مشيني لايف ستايل بس على مثال للاستاذه منى المتصله اللي هي 25 سنه، يعني مرحله الشباب، 85 كيلو وزنها، ما نعرفش اكيد حاسه، بدليل ان هي بتقول عايز اعمل تكميم معده. نسمع عن هي طبعا هي طالما وصلت لمرحله ان انا عايز الجا لعمليات يبقى في معاناه. صح. بلا شك ما حدش بيلجا للجراحه في اي مجال او لاي سبب الا اذا في معاناه. ولكن هي يعني لما نتكلم هي تعرف ان المعاناه اللي هي بتشتكي منها لا الامور سهله، هي فكره بس احنا يعني جايين النهارده نصلح مفاهيم ونصحح عادات، هي دي السمنه. تمام. باختصار نصحح مفاهيم ونصلح عادات، ونصلح العادات. حلو. كل حاجه تمام. طيب هاخد ياسمين وحضرتك صحح المفاهيم ومشيني على عادات امشي عليها. تمام. بمساعده حضرتك جابها لنا النهارده، المنتج الجرين كوفي موجود معانا على الشاشه، هنقدر احنا مش بنجيب، احنا بنتكلم في السمنة عامه، لكن وجود المنتج بس علشان زياده اطمئنان للساده المشاهدين. هناخد ياسمين. اهلا بيك يا ياسمين. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. انا عندي 30 سنه. تمام. طولي 155 ووزني 65، متجوزه عندي 60، بس اخر فتره كانت من حوالي 60. المشكله بقى عندي بطن عايزه تخلص. بطن مشكله في البطن يا دكتور، والخط فصل. هي ياسمين وزنها الى حد ما كويس، يعني بتلعب في رينج ان هي لو نزلت 5 كيلو هيبقى افضل كتير، ثبتت على كده هيبقى تمام مفيش مشكله. بتتكلم برضه على البطن. اما هي مشاكل بقى بطن بس، ارداف، الدراعين، دي بنتكلم في سمنه موضعيه. كويس. بتشرفنا في اي مركز للعلاج الطبيعي والسمنه. تمام. بتعمل بتبقى جلسه على المنطقه ديت بس. هايل. على المناطق اللي هي فيها سمنه. ما ينفعش ان انا، لا ما ينفعش طالما انا وزني كويس، ما ينفعش ان انا افضل يعني اعمل رجيم قاسي او ان انا احاول انزل وزني لان ده بيضرني. كويس. طيب نرجع بقى على اللايف ستايل بتاعنا. حضرتك بنيجي الصبح. الصبح. طيب معلش بس استاذ محمد الشاهد برضو مخرجنا، يعني انت حضرتك شفت ما شاء الله عليه، يعني راجل جان كده، ده ما ينفعش اتكلم في تخصص. بيسال هل المنتجات تنفع في تخسيس الكرش او البط؟ طبعا تنفع. انا بالنسبه اساس المنتجات هي انها بتزود لي معدل الحرق في الجسم، ولكن زي ما حضرتك قلت بستعمل بنسب. حاجة. اللي وزنه كبير غير اللي وزنه وسط غير اللي وزنه صح. صغير. يعني هي مثلا اتصال زي ياسمين، احنا لو جينا حسبنا نلاقيها محتاجه تنزل بس 5 كيلو. تمام. فدول يعني دول سهلين. 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 ما تخافش مش محتاجة يعني. ان كانت المشكلة في جزء معين فزي ما قلنا لها هتلجأ للسمنة الموضعية. تمام. طيب احنا اللايف ستايل مع المنتجات بعيدا عن العمليات، ان بعض الناس كلام كثير ربما حضرتك احنا مش هنتكلم ولا هنقول ولا يعني، لكن الناس دايما متخوفة من العمليات. انا اسف يعني ممكن حد يعمل عملية معينة في التخسيس ويموت بعد 4-5 سنين يقول بسبب العمليه. دي الثقافه بتاعتنا يعني مش بنقول احنا مش بنجيبها في العمليات ولا حاجه، لا بس دايما الثقافه، فالناس دايما بتحاول تروح للامان. محمد ده في اي عمليه
ايوه يا يعني انت بتدخل غرفه العمليات انت بين ايدين ربنا يعني، ايوه دي صحيح صحيح. في اي عمليه، مش هنتكلم على عمليات العمليات التكميم الخاصه بس. بالسمنه بس، كويس. طيب اللايف ستايل، احنا دلوقتي الجرين كوفي ده نبدا بيه قبل الفطار ولا بعد الفطار، ولا ابدا افطر واجل طول النهار؟ يعني انا عايز حضرتك تشرح لي بس. هي اللايف ستايل الصح اللي انا امشي عليه وانظم نفسي عليه، ان انا من المفترض ان انا اول ما اصحى من النوم يبقى في وجبه فطار، تمام، وقبل وجبه الفطار بيبقى في يعني من كوبايه لكوبايتين ميه تمام على الاقل. ميه. ليه ميه؟ طبعا بتنشط لي الدوره الدمويه، هايل، بتفوقني، بتظبط المود. احنا كلنا طبعا بنبقى صاحيين، معظمنا بيسهر وبيصحى بدري على شغله، صحيح، فصاحيين او قرفانين تطبق. بالظبط، فصاحيين طبعا. لا انا مش برمي عليك يا حبيبي ولا عليا، لا عادي. فبنبقى صحيح طبعا، الواحد طبعا حاسس بنوع من الخمول والكسل. صح، شرب المياه بيخلصك من كل ده، الله، يخليك رايح شغلك فريش، مودك مظبوط، هتلاقيك من نفسك انت عمال تضحك وتهزر كده مع الناس. صحيح، فده اول لاين لازم اعمله. تمام. تاني حاجه وجبه الفطار. كويس. مش قادر ان انا افطر في البيت ومستعجل على شغلي كعادتنا كلنا، ان انت سريع شغلك سريع، 8 بتصحى تبقى 7 على ونص السرير، انت فين؟ انا خلاص داخل عليك اهو، كنا بالظبط. لسه على السرير. تمام. لازم حتى ولو حاجه خفيفه، هايل، بتهايه، باكو بسكوت، اي حاجه خفيفه. طبعا كل واحد ادرى بقى باللي موجود عنده. كويس. باكل حاجه خفيفه وابقى عامل حسابي ان انا هوصل مكان العمل او الشغل، لازم اول حاجه اعملها ان انا افطر، عشان زي ما اتكلمنا من شويه بمد نفسي بالوقود اللازم اللي يشغلني طول اليوم. تمام، كويس. بعد الفطار، بعد الفطار لو انا الغداء قريب خلاص اتس اوكي، ما فيش مشكله. لو الغداء بعد الفطار مثلا بساعتين ما فيش مشكله، انما لو الغداء بعيد لازم ابقى عامل حساب ان في سناكس في النص. هايل. والسناك ما يعني احنا كلمه سناك المشاهدين طبعا عارفين يعني ايه سناك، يعني حاجه حاجه خفيفه بسيطه ما بين الوجبات. بالظبط. هايل. طبق سلطه صغير. طيب. خياره وجزره. طب انا في الشغل اخد معايا الخيار والجزر والحاجات دي ولا ايه اعمل ايه؟ المشكله؟ اجيب لانش بوكس صغير واخده معايا. كل الناس بتعمل كده، فعلا. الدول المتقدمه كلها كده. يعني عيبه في حقك ان انت تروح الشغل الصبح ما معكش، مش معاك اللانش بوكس. طبعا لا، عندهم احترام غير عادي صحيح. للانظمه وللايف ستايل وللاهتمام بالصحه. تمام. دكتور محمد، الصحه محدش هيعوضك عنها. احسنت يا دكتور، واذا الله يبارك. انت ما اهتمتش بيها الله يبارك. وحرصت عليها انت شخصيا، صح، بالظبط، انت المسؤول عن نفسك، فمحدش يتحرج، محدش يقول لا ازاي اقعد في الشغل قدام زمايلي ومعايا لانش بوكس. لا بالعكس، انت ممكن تبقى صوره ودافع لزمايلك اللي معاك في الشغل ان هم يبداوا ان هم المشروبات يعملوا بقى. كده. المشروبات يا دكتور، ممكن تغنيني عن السناكس، عن الوجبات الخفيفه دي؟ يعني اي مشروب انا اشربه، يعني بعيدا عن المنتجات او العلاجات. لا، المشروبات مفتوحه، ولكن هي ما تغنينيش. ما تغنيش. لا. لازم لازم معاي. اشغل معدتي باي حاجه بسيطه. لازم لازم. الكميه بتاعتها محدوده؟ السناك؟ طبعا محدوده. برضه. ايوه طبعا، مش وجبه كامله، سناك يعني حاجه خفيفه بنسميها بالبلدي تصبيره. انا قصدي مثلا انا جزر او خيار او ايا كان. مفيش مشكله، زي الفل. اكل كيفما اشاء، يعني لحد ما احس باريحيه. لا لا لا، برضه هم برضه. يعني في المحدود، كل شيء في المحدود بيبقى. احسنت يا دكتور. لان انا ببدا بالفطار. تمام. كاني كده شغلت الحرق في الجسم. هايل. فالحرق ده عايز كل شويه ايه؟ ارميله ارميله ارميله، زي القطر كده بتاع زمان. صح. الحرق شغال، فانت عايز ترميله عشان القطر الفحم. يفضل بالظبط. هو بالظبط كده، عشان القطر يفضل شغال فانت عايز ترميله فحم، ترميله خشب. هو جسم الانسان سبحان الله نفس انت دكتور محمد سبحان الله، تتفرج على الاختراعات اللي اخترعها الانسان واللي حوالينا تلاقيها فيها تطابق كبير قوي بينها وبين جسم الانسان. يعني زي المثال اللي احنا القطر. بالظبط. القطر بيحرق بقى. بالزبط. انا بس يدوب محتاج شويه الفحم اللي كانوا بيتحطوا. انا بحط له الاول هي. القطر بحط له الاول خشب كتير. صح. واروح مولع فيه. تمام تمام. اللي هو الفطار. بدا اللي هو الفطار. تمام. بدا القطر يتحرك. هايل. محتاج كل شويه ايه؟ ازود له سن. حاجات بسيطه بقى. احسنت. حاجات بسيطه. احسنت يا دكتور. هو جسم الانسان بالظبط. انا بشكرك على التشبيهات البسيطه. لا. لكل المشاهدين، يعني احنا ثقافتنا الطبيه بسيطه. لا، احنا لازم نبسط محتاجة. طبعا كويس. لازم نبسط. طيب هاخد تصور على حضرتك. الو، استاذه منى، اتفضلي. الو، اتفضلي يا فندم. ايوه،
انا ماما عندها 50 سنه ووزنها 110 كيلو، فهي مش بتقدر تروح جيم ولا تنزل من البيت وكده، ومش عارفه تخس ازاي. ربنا يديها الصحه. ماما معاك اهي. يا حبيبي اهلا وسهلا. ايوه يا حبيبي والله أهلاً. انا وزني 110 كيلو والله ما بقدر يا ابني، والله ما قادره خالص. ربنا يديك الصحه يا رب. يا رب يخليك. طيب. يا رب يخليك. طيب والنبي بس عايزين حاجه كده يعني تنفعنا، تنفعنا والنبي. طيب يا امي، لو حضرتك خسيتي انت عايزه تخسي كام؟ اخس يعني اعرف امشي، اعرف امشي. انا كنت 80 كيلو وبعدين زدت بقى 90، ومش عارفه والله انا اعمل، انا مش عارفه. طيب لو خسيتي تقولي ايه للدكتور احمد كمال؟ يعني لو انت مشيتي على التعليمات اللي هيقولها لحضرتك دلوقتي على الهوا واستخدمتي المنتجات، هتقولي له ايه لو خسيتي بقى؟ هدعي له والله، لفضل ادعي له ويصلح حاله يا رب. يا رب والله ادعي له. اي حد عندنا، احنا منطقه كبيره، هقول لاي حد على الدكتور ده. طيب عشان والله يا رب يا رب يكرمكم يا رب، أو ويكرم الدكتور يا رب. او النبي يا حاجه، قولي في المنطقه كلها على الدكتور احمد. والله هنقول في المنطقه، احنا منطقتنا كبيره والله، لا ادعي له وهقول له والله، ونجيب له ناس قد كده. ربنا يحفظك. احنا يعني اسالك الدعاء من غير اي حاجه يعني. يا رب يخليكم يا رب ويصلح حالكم يا رب. الله يسلمك. اسمعينا عبر التلفزيون يا حاجه، وهنجاوب حضرتك حالا. معلش يا دكتور، هنستثني الموضوع. الحاجه حضرتك قول لها لو خست هتدعي لك وهتقول للمنطقه يعني فلوس جايه حاجات حلوه يعني، فيا بس حضرتك تقول العفويه المصريه او الام المصريه جميله. بالعكس، هو ده اللي احنا يعني دي البيئه اللي احنا عايشين فيها، ودي اللي احنا بنتطلبه من الناس. يعني التكلف في اي شيء بيبقى يعني كفايه الدعوه الحلوه اللي خدتها طبعا. احنا جبنا لك دعوات اهو. لا انا وانت دكتور عبد هنعيد لك برضه. طيب الحاجه ام منى، اما نيجي نقول لها، هنقول لها استخدامها للمنتج مع النظام اللي تمشي عليه تقدر تخس قد ايه؟ اكتبي بقى يا حاجه ورا الدكتور وتقدر تستعملي. هي الحاجه هتمشي زي ما احنا بنتكلم كده في الحلقه، تفطر، لازم تفطر. تمام. تكتر من السوائل على قد ما تقدر، السوائل طول النهار. تمام. ومعانا طبعا الجرين كافي. الجرين كافي والقهوه. وهنقول لحضرتك يا حاجه فايده الجرين كافي ايه بالظبط. تمام. هتشرب منها فنجانين في اليوم. اثنين. واحد قبل يعني الفطار وواحد قبل الغداء. يضرني لو خدت ثلاثه؟ ما يضرش. لا ماشي، ولكن احنا دايما يعني عشان السن فبنبقى حريصين شويه. هاي. على قد ما نقدر. طبعا انا بنتكلم على الشباب اللي يقدر يتحرك. لا الشباب ما الشباب لا، ثلاثه ما فيش مشكله. انما تمام. عشان الحاجه سنها كبير. طبعا. فلازم بنكون حريصين دايما في اي شيء. تمام. يعني حتى هي في اكلها لازم برضو تبقى حريصه، تاكل الكميات المعقوله، تبعد عن المسبكات. تمام. الدهون على طول يا دكتور ولا اكل من نفسي؟ ما هي من نفسك دي قد ايه؟ في ناس من نفسها بيقعد على حلة محشي يخلصها. صح صح، عندك حق. انما يعني لو جينا مثلا انا يعني نفسي في بسبوسه وكلت قطعه صغيره، اكيد مش هتزعلني يعني، مش هتبقى هي اللي هتدمر. طبعا طبعا. تمام. طيب الحاجه مش هتقدر تتحرك او تقدر تمشي، هيحصل نتيجه ان شاء الله. ان شاء الله يحصل نتيجه، ولكن طبعا لازم نكون صريحين مع المريض. السن بيبقى ليه عامل كبير جدا في نزول الوزن. فرق طبعا، كل ما السن عالي زاد الوزن. يعني المده بتكبر. تمام. طيب علشان نطمن الحاجه نقول لها الجرين كافي بيعمل ايه؟ الجرين كوفي باختصار هو او القهوه الخضراء عشان الناس تبقى فاهمه. تمام. القهوه الخضراء دي القهوه اللي انا ما حمصتهاش. القهوه اللي احنا بنشربها العاديه دي قهوه متحمصه. تمام. ولذلك هي لونها بقى بني. تمام. زي اي حاجه بتتحمص. ماشي. الجرين كوفي لا، دي قهوه طبيعيه. كويس. نقدر نقول عشب طبيعي، ما تحمصش ولا دخل له اي اضافات ولا اي حاجه، فطبعا بتبقى فايدته اكبر. ايه السبب في الفايده ديت؟ القهوه الخضراء فيها ماده اسمها حمض الكلوروجينيك. الماده دي كلها فوائد. الله اكبر. كلها فوائد. اسمع يا حاجة كلام الدكتور. لكل حاجة يعني. دكتور محمد لما تيجي تقرأ عن المادة دي موضوع عجيب يعني بصراحة. فوائد، مريض السكر يشربها عادي، مريض الضغط يشربها تنزل له الضغط ما شاء الله، بتعلي الحرق بمعدلات غير عادية. بتعلي الحرق. انت حضرتك بتعتمد ان السن الكبير زي الحاجة ام منى الحرق بيعلى كما لو كانت بتبذل مجهود. بالظبط. هايل. بالظبط، بتعلي لها الحرق بمعدلات كبيرة جدا. إضافة طبعا للفوائد اللي بنتكلم عليها، فوائدها على بتنظم الضغط،
بتنظم السكر في الدم. سبحان الله. طبعا فلذلك مريض السكر يشربها عادي. اه يعني مشكلة. في ماده داخل الجرين كافي او القهوه الخضراء الحمض ده لما بنحمص القهوه الماده دي بتروح يا سبحان الله. فسبحان الله الفوائد اللي احنا بنتكلم عليها لا بتقلب عكس طيب. زي ما احنا عارفين القهوه العاديه دايما بنحذر منها ان ما نشربهاش كتير. كويس. اعتماد حضرتك على قفل الشهيه ان انت تقفل شهيتي؟ ما هي طالما علت لي الحرق وانا كمان ببقى موصل عيني انه اشربها قبل الفطار وقبل الغداء فطبعا لازم هتملى جزء من الغداء وهتسد لي الشهيه طبيعي. فهمت. فهمت حضرتك لما بتعلي الحرق خلاص الجسم خد احتياجه طبعا. فما بقتش انا محتاج لا حرقت دهون داخليه. تمام. كويس. وفي نقطه تانية كمان من ميزه كبيره جدا للقهوه الخضراء. القهوه الخضراء بتلعب على نقطتين. تمام. اولا بتعلي لي الحرق جدا فانا شغال على الدهون بحرق، ومن الناحية التانية بتمنع امتصاص الكربوهيدرات، يعني لو اكلت كربوهيدرات كتير بتمنع امتصاصها طبعا. فأنا من هنا بعلي الحرق ومن هنا بقلل امتصاص الكربوهيدرات. طيب تقليل امتصاص الكربوهيدرات بيفيدنا انا في ايه؟ طبعا بينظم، هو ده اللي بينظم السكر في الدم. سبحان الله. الكربوهيدرات لو عالت بتزود السكر فبتأثر. كويس. بتقلل لي امتصاص الكربوهيدرات وطبعا وبتزود لي، يعني زيادتها بتزود لي الشراهه للاكل، زياده الكربوهيدرات. ايوه طبعا. تمام. فانت حضرتك بتمنع بتسد ان الكربوهيدرات تيجي على الجسم او انا بسد كل الابواب. الله. يعني انا كده بسد كل الابواب. دهون حلو. انا بحرق. تمام. الكربوهيدرات لا انا بقل منها. هاي. وبالتالي والوزن بينزل طبعا. طبعا نزول ما شاء الله يعني. هاي. نتائج طيب. جميله. انا اجي اشرب الجرين كافي لازم تكون بوش؟ يعني لما اجي اصبها يبقى فيه وش؟ لا لا، الجرين كوفي اللي معانا بنستعملها عادي جدا زي الشاي. زي الشاي. هي عباره، لو حضرتك شفت ال طيب انا جايب للساده المشاهدين الكيس بس معانا، حبيت بس اسال علشان الحاجات دي. هي الجرين كوفي هو دي العبوه اللي داخله جواه على الشاشه. الاستاذ محمد الشاهد مخرجنا الجميل حبيبي طبعا هيورينا. بس صعبه في الفتحه دي، انت ليه؟ طب ليه بتتعبونا؟ ما لازم نحافظ عليها. دي اعشاب ومعرضه للعوامل الجو والطبيعه وعوامل التعب، فلازم ان احنا نغلفها كويس ونحافظ عليها عشان ما يدخلهاش التراب، ما يدخلهاش اي حاجه. تمام. دي الباكت جرين كافي داخلها كميه الاعشاب طبعا مغلفه. طب احنا كنا ممكن ناخدها كده، لكن تغليفها هنا ضروري جدا، بيحافظ على المواد الفعاله اللي موجوده فيها. دكتور محمد لو مش مغلفه ما ينفعش ان انت تاخدها. تمام. الله يكرمك يا دكتور. طيب يبقى العلبة هتيجي أو الجرين كافي بيوصل للسادة المشاهدين بهذا الشكل، داخله إيه؟ أعشاب أو مشروب الجرين كافي. تحضرها زي الشاي بالظبط. طيب نغلي المية. تمام. وبتتحط الباكت في الكوباية وبنصب عليها المية ونسيبها 3 دقائق لـ5 دقائق. طب هتبقى أغطيها؟ بغطيها. لا بغطي. تمام. بغطي الكوباية من فوق وبسيبها من 3 دقائق لـ5 دقائق. تكون المواد الفعاله وكلها الميه كلها بقت متشربه من بالظبط عشان استفادتي بس تبقى كبيره. تمام. تمام. بيمنع، بيزود الحرق، بيمنع الكربوهيدرات، وصول الكربوهيدرات. تمام. بينزل في الوزن بمدد متسارعه. تمام. طيب منى اللي هي 25 سنه شابه صغيره 85 كيلو عايزه تعمل تكميم المعده. لا طبعا ما ننصحش بيها خالص. الله يكرمك يا دكتور. نعمل ايه بقى؟ سنها اولا سنها صغير فالحرق عندها سهل. ايوه طبعا. ده فانت حضرتك جايب لها جهاز جاهز علشان يزود بالزبط. القطر اللي هو الفحم اللي داخل القطر بيزود حرق الدهون عندها. طبعا بيزود حرق الدهون عندها. كمان لو هي زودت شويه تمارين رياضيه زادت اكتر واكتر. تمام. حركه بسيطه بس بالظبط. اكلنا الياف، يعني اللي زي ما يركز على الالياف زي الخضار الفاكهه كل دي الياف. تمام. الالياف ميزتها انها بتنزل المعده، بتملى المعده اولا، ويعني بتكبر بسرعه في المعده. تمام. بتملى حيز كبير جوه المعده وبالتالي انا بشعر بالشبع. وبفضل كمان مميزات الالياف انها بتحسسني بالشبع لمده اطول. احنا مشكلتنا دكتور محمد ايه؟ انا جعان. مجعان. هي دي المشكله. طبعا. وزي ما حضرتك شبهت لنا زمان انا في مجاعه، فما الاكل بيجي بحاول اخد اكبر كم من التخزين. طبعا. وده الخطا. طيب الالياف قلت كلمه حلوه، بتديني مده
كبيره طبعا في الاحساس بالشبع. فاخد يعني خلاص شبعان طول الوقت شبعان خلاص. اللي بيعدي قدامي من اكل ما بهتمش بيه. لا 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 خالص. تمام. وكلت بلاقيني برضو حاجه صغيره ولاقيني برضو شبعان. طيب كلمه حلوه للاستاذه منى ال 25 سنه الدكتور بيقولها لحضرتك ان ال 25 سنه انت لسه صغيره مرحله شباب، حرام ان انا اعمل عمليه تكميم معده. زي ما حضرتك قلت الفلوس مش فارقه لكن هي الصحه اللي فارقه. الاعراض الجانبيه او الاثار الجانبيه ربنا ينجينا منها. فالدكتور او حلقتنا النهارده علشان العلم الحديث اللي الدكتور احمد كمال طاف العالم كله علشان يوصل بمستخلصات، مش مستخلصات عشبيه لا، مستخلصات علم علشان ازاي نقدر نوصل لمرحله ما يسمى الرضا عن النفس او الرضا عن الوزن. امتى اوصل الرضا عن الوزن يا دكتور؟ يعني الواحد يحس ان هو راضي عن وزنه مع بدايه نزولي احس ان انا كده خلاص هوصل للسن، علشان بيحصل عندنا عمليه ياس. فالوقت اللي تديهولي تقول لي اصبر شويه هتلاقي نفسك رضيت، اتقل بالمثل بيقول لنا اتقل تاخد حاجه حلوه، فاحنا هنتقل مع حضرتك علشان توصلنا للحاجه الحلوه. هو دكتور محمد الرضا بيوصلني عن طريق نقطتين. اولا وزن كميزان، انا بقف على الميزان انا بحسب ان انا وزني كذا عايز اوصل للوزن رقم كذا. تمام. ده ميزان. حلو. النقطة التانية الشكل. ما انا ممكن انزل للوزن اللي انا عايزه ولكن لسه الشكل عندي مش مرضي. مش مرضي. فدول نقطتين دايما اي حد بيحاول يخس دايما بيسعى ليهم. وزن كميزان والشكل. والشكل. طبعا. طيب بنوصل للوزن والشكل الاثنين مع بعض في حالات كتير. في حالات كتير لو استخدمنا اللايف ستايل بتاعنا. تمام. السليم وباستخدامنا للمنتجات اللي حضرتك قدرت بتنصح بيها. طيب هاخد نوها معلش وارجع لحضرتك. استاذه نوها اهلا بيك يا استاذه نوها. ازيك يا دكتور منور عامل ايه؟ ربنا يخليك. الدكتور احمد مع حضرتك اتفضلي. ازيك يا دكتور احمد. اهلا بيك يا استاذه نوها اهلا بيك. يا دكتور معلش انا اخويا عنده 17 سنه ووزنه 95 كيلو وهو ما بيحبش يروح المدرسه وما بيحبش يعمل اي حاجه وجرب ادويه كتير ما نفعتش معاه وهو اصلا ما بيحبش الادويه، فقرر ان هو يستسلم وما ياكلش اي حاجه تاني من الادويه دي ولا يعمل حتى الجيم دايت ولا الكلام ده خالص. فهل المنتج ده هينفع معايا يا دكتور ولا ايه؟ طبعا ينفع معايا. هو ممكن بس يعني يخس في قياس قد ايه؟ رقم القياس بتاعه ما هي خلال قد ايه ليها يعني ملهاش مقياس ثابت، انما هو وزنه 95 كيلو يعني هنتكلم مثلا في خلال شهر ونص ينزل للوزن اللي او للحيز الحيز الامان. يعني لو سمع كلام الدكتور احمد يا نهى هينزل في خلال شهر ونص، اديله شهرين بقى له 17 سنه بياكل، مش قادر يصبر شهرين فعلا وما يخرجش من الاوضه غير لما يكون مخلص الاكل. لا طبعا يعني. واللي حضرتك بتتكلمي فيه ده يعني انه يفضل قاعد في البيت، انه ما يروحش المدرسه، انه ما ينزلش، انه ما يمارسش اي نشاط رياضي، ده طبعا بيأثر. ده بتحسده على بيأثر فكره والله العظيم. طبيعيه فتعقد من المدرسه ومش رايح. لا 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 طبعا لازم، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل استاذ نوح، لازم في اجتهاد في تعب عشان توصل للي انت عايزه. طيب استاذ نوح ايه يا فندم؟ سعيده جدا بالدكتور قاله يا فندم. شكرا لذوق حضرتك. اسمعينا بقى عبر التلفزيون هنقول لك حاجه مهمه جدا 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 على سؤال انت سالتيه. شكرا ليكي. خد ادويه كتير وده وارد، كلنا بناخد كتير. كل ما نسمع حاجة وأنا ماشي أدخل عند بتاع السوبر ماركت هنا 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 الصيدلية أيا كان يقول لي ده خطير، فآخد ده ألاقي نفسي ما حصليش أي استفادة فبصرف كتير. فما أجي الدكتور أحمد كمال حد من الناس اللي هي مشهود ليها بالاحترام في عالم الطب بينصحني بالمنتج اللي يقدر يخسسني، أروح سأل السؤال ده الفرق ما بين المنتجات اللي انا باخدها والفرق ما بين منتجات حضرتك؟ الفرق بسيط جدا، ده منتج طبيعي، حاجه طبيعيه، اعشاب طبيعيه. تمام. بتفيد الجسم في ملهاش اي اثار جانبيه، بتفيد الجسم في زي ما احنا اتكلمنا في حرق دهون، في تنظيم ضغط، في تنظيم سكر. كمان النقطه المهمه انها بتظبط المود. ايوه هو ده بالظبط. يعني ما حد زيه لو خدها هيلاقي موده رايق، يقدر يروح المدرسه، يقدر يهزر مع اصحابه، يقدر يتغاضى عن المشاكل النفسيه اللي عنده حاليا يعني. تمام. طيب السؤال الاخير يعني السيده
التي تعاني من تكيسات على المبايض ما يؤثر على الحمل. حضرتك مش بتحل مشكلة واحدة، انت بتحل عدة مشاكل. طبعا. مشاكل في السمنة، مشاكل اللي هي أمنية الحمل، مشاكل عائلية، الحما والحما وكله بيتخانق مع بعضه، والعيب عندك والعيب عندك، وبنت زي الفل، لا المشكلة في بنتك. ده احنا بنتكلم فعلا على حياتنا اليومية يا دكتور، او دنيتنا اللي احنا عايشين فيها. تقول ايه للسيدة دي تقدر استعمالها؟ هل استعمالها للمنتج بيقدر ان شاء الله يفيدنا في القضاء على تكيسات المبايض ونزول الوزن في اسرع وقت؟ تكيس المبايض دكتور محمد بينه وبين السمنة ارتباط وثيق جدا. تمام. والدراسات الاخيرة اثبتت ان 90% من اللي عندهم تكيس مبايض بيعانوا من السمنة. في 10% بس ما عندهم تكيس لكن ما فيش سمنة. هاي. ولكن 90% تمام عندهم الاثنين. وكان الاختلاف دايما في الدراسات لما حضرتك تقرا تلقى الاختلاف، طب هو مين بيسبب مين؟ هل التكيس يسبب السمنة ولا السمنة يسبب التكيس؟ فاكتشفنا ان الاثنين مرتبطين ببعض جدا، طالعين مع بعض بالظبط، نازلين مع بعض. يعني يعني اللي عنده سمنة، هاي السيدة اللي عندها سمنة وبتعاني من السمنة عرضة بشكل كبير جدا للإصابة بتكيس المبايض، واللي عندها تكيس مبايض جسمها بيكون قابلية للزيادة. بالظبط. تمام. بالظبط. فبينهم ارتباط كبير جدا. تمام. فحضرتك بتحارب الاثنين مع بعض. أنا طالما حاربت السمنة حاربت تكيس المبايض. هايل. يا رب يا دكتور. نبص نلاقي في فترة بسيطة في خلال شهور فعلا تكيس المبايض قل، يعني طبعًا. ده يعني منتجنا يفيد على طول، اللي هو إيه زي هو رايح على السمنة وبالتالي على تكيس المبايض، يعني الطريق بتاعه واحد أو الهدف واحد، انه يقضي على السمنه. انا كده المبايض عشان الاثنين مرتبطين ببعض. انا كده عالجت السبب الرئيسي. كتير مننا بيعانوا من تكيس المبايض وبيضطروا يخشوا في علاجات وادويه وامور غيرها، ولكن طب ما انا اعالج السبب الرئيسي اللي عندي السمنه. كوي. هو ده اللي عامل المشكله جوه. هيو. هو ده اللي عامل لي خلل في الهرمونات. هيو. ان هي السمنه ديت لما بتزيد وتسبب لي تكيس المبايض بتعمل لي حاجه اسمها مقاومه الانسولين. الانسولين بيبقى فيه مقاومه مش قادر يحول الدهون لطاقه، فالدهون متراكمه عندي في الجسم ومسكن لي الانسولين مش عايز يحركه. بالظبط. تمام. طب انا افضل اعالج في التكيس وسايب السبب الرئيسي هو اللي عامل لي لا طبعا المشكله ديت. تمام. طبعا الحلقه عدت بسرعه جدا. لا ده وجود حضرتك لينا تشريف يا دكتور احمد. لا سعيد جدا بيك والله دكتور محمد، يعني متشرف بيك يا فندم، ده شرف ليا. وطبعا استاذ محمد الشاهد عايزنا نخلص بسرعه، يعني عنده حلقات كتير. فانا شاكر وتواجدك معانا، ونقدر نحصل على المنتج عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. المنتج في خلال فتره بسيطه بفضل الله تقدر تحس مش بتحسن لا بنزول في الوزن، عن تجارب كتيره الدكتور احمد طاف العالم كله. خلي بالكم علشان الناس اللي بتتكلم مش دوله ولا اتنين ولا صين ولا لا لا لا، طاف العالم كله علشان يقدر يوصل لانسب الحلول لعلاجات السمنه. كل ده في ميزان حسناته. العلم الحديث بيقول لنا ايه؟ هو الكلام اللي قاله الدكتور احمد. شكرا ليك يا دكتور احمد. شكرا. شكرا جدا دكتور محمد. شكرا لكل زملائي خلف الكاميرا، المصورين ومخرجين صوت. طبعا الكاميرات طبعا جزاهم الله خير، ما نتحرمش منهم تعبينهم، تعبين اخويا وحبيبي الاستاذ محمد الشاهد. تحياتي محمد الدالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.